المخرج الكبير عمر عبد العزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، مبروك تكريمك في دورة مهرجان هذا العام من مهرجان اسكندرية السينمائي الدولي، وبنرحب بيك على تلفزيون اليوم السابع. اهلا بيك استاذ عم. استاذ عمر، انا شايف ان السنة دي في الدورة 37 من مهرجان اسكندرية في اختلاف شوية في مسألة ان الدورة تبقى باسم مخرج، وهو المخرج الكبير علي بدرخان، و التكريم برضو ذهب للأستاذ عمر عبد العزيز المخرج الكبير عن تاريخك وعن مشوارك السينمائي الكبير. فشايف ان السنة دي المهرجان مهتم بالمخرجين شوية، لان الاول كان بيروح للنجوم امام الكاميرا، النهاردة رايح للي خلف الكاميرا. احساسك بالموضوع ده ايه؟ وكلمنا عن النقطة دي بالتحديد من وجهة نظرك. والله هي فعلا في اهتمام السنة دي بالمخرجين، ونتمنى السنة الجاية بالمصورين ومهندسين الديكور، لان السنة مفروحة كثيرة جدا. دورة يعني بقى بنشكرهم، وانا سعيد جدا انها بتحمل اسم علي بدر خان، لان ده شرف ليا، اخويا وصاحبي وصديقي، وتكريم الاستاذ دوريت برضو ده شيء جميل جدا. انت التكريم يعني حد بيقول لك شكرا على رحلتك الطويلة، بتقعد تفتكر اول مرة جبت فيلم سنة كام، قعدت مع مين في المكان ده، مين رحلوا عنا، مين. المهرجانات بتبقى إعادة ذكريات وشحن بطارية يعني. النهاردة وانت او في ندوة تكريم الاستاذ عمر عبد العزيز وندوة تكريمك النهاردة، جه في ذهنك المشوار السينمائي الكبير، الافلام، كلمنا عن ابرز ذكرياتك مع افلام مثلا زي هنا القاهرة، الشقة، من حق الزوجة، يعني ايه اكتر الافلام القريبة لقلبك الاول؟ وكلمنا عن ابرز الذكريات اللي انت مش قادر تنساها لحد النهاردة، يعني خاصة ان اشتغلت مع كبار نجوم الشباك، محمود عبد العزيز، محمد صبحي، وتاريخ طبعا، وفريد شوقي طبعا، طلعت العلايلي، وصلاح السعداني، واساتذه الكبار دول، سمير غانم طبعا. انا بقعد هنا الدوره 37 بتفتكر كان من سنتين كانت هذا المكان يعج بالفنانين، واحنا لسه بنبتدي، فريد شوقي وسعاد حسني واحمد زكي وصلاح السعداني، بتكتر الذكريات العظيمه. طبعا انا هنا المهرجان يعني عرضت افلام كتير، وافلام خدت جواز وافلام ما خدتش جواز، بتفتكر ده كله. انا بالنسبه لي من ابرز الافلام اللي هنا وخدت فيه كان الكلام في الممنوع 97 98 مع نور الله يرحمه، ده من الافلام اللي انا بحبها. نور الشريف طبعا حبيبي، ويمكن ما كانش سكتي او لانه الفيلم جد جدا، رغم ان فيه بس ما انا بحب يبقى فيه لايت كده، انما القضية كانت جدة جدا عن ضابط بوليس بيجري ورا قضية واحد بينفذ احكام، فبيكتشف انه هارب من احكام، بيبتدي يتعاطف معاه لانه لا بيلاقيه طبيب وبيعمل عملية لامه، فبيخش فجأة بيتحول لتمرجي معاه وبيساعده في العملية، وبيقول له انا جاي اخدك، قال له طيب وانت مسؤول عن امي. استاذ عمر، يعني معظم مشوارك الافلام اللي يركز، يعني لو ركزنا في تاريخ حضرتك هتلاقيك رحت للافلام اللي هي اللايت كوميدي شويه، بتحب انت اللمسه الكوميديه في كل افلامك. فكان انت قلت قبل كده ان في الفيلم الشقه من حق الزوجه، واحد اشهر افلام الساحر الراحل محمود عبد العزيز، الفيلم كان جد، وبعدين انت خدته لسكه الكوميديا. عايز اعرف كواليس السيناريو لما جالك، وهل كان محمود عبد العزيز هو اول المرشحين للفيلم؟ الفيلم لما جالي كان موضوع جد جدا، بيتكلم القضيه كانت وقتها ان في قانون ان الست تتجوز الراجل، تخلف ولد تطرد اهله وتاخد الشقه. كان وقتها فالفيلم غير القانون، رجع اعاده تاني، فانا قلت القضيه جاده جدا نعالجها باسلوب ساخر شويه عشان توصل اكتر، عشان توصل للناس. لو كان فيلم جد كنت شايف اللي هو ممكن ما ياخدش الصدى اللي خده، هيبقى فيلم دمه مش خفيف، انما انا حسيت بالكوميديا ممكن تدي له عمر اطول. رحت لمحمود، محمود ما كانش اشتغل كوميدي خالص في الوقت ده، فقلت له انا شايفه، قال لي ليه ما تدي لسمير غانم؟ قلت له لا انا شايفه، كان عايز القضيه جاده، لازم البطل يبقى يعني انطباع الجمهور عنه انه جد. واعتقد دي كانت يعني نقله في حياته. محمود عبد العزيز قال لك روح لسمير غانم، اه في الاخر شوف الروح الحلوه. لا هو شاف كده، كان خايف ياخد. انا نعرف محمود كويس، دمه خفيف جدا وعنده امكانيات كبيره جدا. كنا بنصور هذا الفيلم في استوديو الاهرام، وكان جنبنا احمد زكي الله يرحمه بيصور فيلم المدمن مع الاستاذ يوسف رمسيس، يوسف فرانسيس، مع النجمة نجوى إبراهيم،
وكان كل يوم يجي التصوير. وطبعا علاقتهم ببعض علاقة عظيمة جدا. فيقول لي ما كنت انا عملت الدور ده بتاع محمود، يقول له اجري انت بتاع. احنا العلاقات كانت مختلفة تماما، وناس بتحب بعض. لا حقيقي يعني. واعتقد وجود محمود ادى تقل للفيلم ولقى نجاح غير عادي، وبقت كانت نقلة في تحويل مسار محمود الى الكوميديا. عملت له فيلم بحبه قوي بعديه اسمه المجنونة، هو وسعد يونس. يمكن ما لقاش نجاح الشقة، بس انا كمخرج عامل فيه شغل كويس. يعني هرجع للشقة من حق الزوجة تاني. هو السيناريو ما جالك ما كانش كوميدي جدا القضية. حضرتك غيرت في السيناريو مع الاستاذ فراج اسماعيل الله يرحمه السيناريو. قلت له انا شايف كده، مع المنتج قعدنا حولنا الى فيلم كوميدي. بدات تزيد افيهات، ومحمود عبد العزيز الله يرحمه الاستاذ الكبير وضع الافيهات بتاعته. لا احنا بنمشي على قضبان اسمها السيناريو. الافيهات دي بنبقى متفقين عليها في حدود يعني الناس مصوره اننا بندخل نقول اللي احنا عايزينه. ده ما بيحصلش خالص، وده اللي بيخلي فيلم الكوميدي ليه قيمه. اللي بيخشوا يهزروا دول بيبقى فيلم بيضحك، يعني في فرق كبير بين الاثنين. طيب شايف كوميديا كوميديا الجيل الحالي دي شايفها ازاي؟ لا كلها معتمده على الافيهات، يعني افيهات، وممكن احيانا تبقى افيهات خارجه وجنسيه لمجرد محاوله اقتناص الضحكه من الجمهور بالعافيه، زي ما بيحصل. شفنا احنا في مسرح مصر، اللي هتشوف فيه ملاكسين. اللي عايز ينجح يلتزم بمخرج جد جد وسيناريو ويشتغل عليه. انما ما اهلا تعالى نقعد نسهر صوحة موتك من الضحك، وتاني يوم مش هتفتكر احنا قلنا ايه. ما اسهل انك تضحك الضحك اللحظي، انما الضحك اللي بيعيش ده لازم يشتغلوا على روحهم، يعملوا تيم، يشتغلوا، يجيبوا مخرجين ما بيسمعوش كلامهم. دي اخطر شيء، انك تجيب مخرج يسمع كلام الناس. دي بداية النهاية. لا، هات مخرج ليه وجهة نظر وحط ثقتك فيه، ويبقى هو مسؤول عن عمله. كريم عبد العزيز وهو احد اهم نجوم جيله، ليه ما شفناش تعاون بين كريم عبد العزيز وعمه المخرج عمر عبد العزيز، او كريم عبد العزيز ووالده المخرج محمد عبد العزيز؟ هو اجيال بتطلع مع بعض. من حقهم روح واحده. انا لما طلعت كان معايا الفخراني محمود عبد العزيز، جيل بيبقى طالع معاه. انا اتمنى كريم عبد العزيز يوضب فيلم مع ابن عمته المخرج الكبير محمد ياسين اللي هو ابن اختي. ده جيل قريب من بعض، انما احنا هيبقى في تفاوت. واذا جه في فرصه اهلا بيه. الموضوع مش يلا نعمل فيلم وخلاص. بعد هذا المشوار الطويل لعمر عبد العزيز المخرج الكبير، ايه اقرب الافلام لقلبك يا استاذ عمر؟ يا وانت النهارده بتكرم على هذا المشوار. اكيد هقول لك كلهم اولادي والكلام. انا بحب مثلا هنا القاهره جدا جدا، لان انا تعبت. انا محمد صبحي وسعاد نصر طبعا تعبنا، وكله في الشارع. يعني فيلم مرهق. الشقه بحب يا رب ولد جدا، بحب فرحان ملازم ادم، الكلام في الممنوع. بحب فيلم يمكن ما نجحش قوي لعزة العلي اللي اسمه البنديره مع مدام ميرفت. وفي طبعا مسلسل، انما لا يمكن هترضى عن كله. وفي فيلم كان فيه ضحك جامد جدا والناس بتعشقه اسمه تجيبها كده تجيلها كده هي كده. في ضحك. انا كنت بجرب بقى حاجه فيها ده، ان اجيب المشهد واعيد صياغته اثناء التنفيذ بحوار كوميدي. كنت بجرب ده، كان في بداياتي يعني. فنجح الفيلم جدا نجاح غير عادي. انما يعني ما اقدرش اقول عليه فيلم منضبط، لان ما مشيناش على خط السكه الحديد. كان تجربه يعني. مش هطول عليك يا استاذ عمر، لكن عايز اسالك، هل العمل النقابي يعني بصفتك رئيس اتحاد النقابات الفنيه اللي هي بتترأس النقابات الثلاثه، هل العمل النقابي اخدك من عملك الاخراجي كمخرج، ولا مفيش الفرصه المناسبه اللي هي تساعدك على العوده، او السيناريو اللي يحمسك، او شركه الانتاج اللي يعني تتسع لافكارك؟ احنا في نكسه فنيه من منذ 2010 2011 ما يعني فيه. وده طبيعي جدا بعد اي تحرك سياسي الفن بيهبط شويه. انا طبعا العمل النقابي ده شيء انا حاسسني ان ربنا مدينا اقدر اخدم في الحته دي. ده زي زكاه بتدفعها عن حياتك. انما انا بوضب مشروع، واتمنى كل الجنه يرجع يشتغل تاني مشان واساتذتنا كمان. يعني كان عندك مشروع قلت اللي انت هتشتغله مع يحيى الفخراني والفنان الراحل فاروق الفيشاوي، كنت كلمتني عنه. السيناريو موجود، بنشوف ربنا يسهل ان شاء الله.
في انا عندي كذا مشروع، عندي كذا مسلسل، نتمنى الجو العام. انا مش عايز ابدا انا في جيل لازم ناس قبلي عشان ما يقولوش رئيس الاتحاد اشتغل، نزق بس كم مخرج من القدام واحنا ندخل ان شاء الله. اشكرك جدا استاذ عمر ومبروك التكريم مره سي يا حبيبي.